الجنين متى ما سقط ذكر أو أنثى سواء كان هذا الإسقاط بتعمد أو بغير تعمد ففيه خمس من الإبل وتتعدد بتعدده. فلو كان هذا الحمل جنينين أو ثلاثة فلكل جنين ديته وتورث عنه كأنه سقط حيا، بمعنى أن ورثته يرثون هذه الإبل. لكن لو أنه سقط حيا ثم مات فإن فيه الدية كاملة. لما؟ لأنه سقط حيا ثم تأثر من هذه الجناية فمات.